نحب نبين أمر مهم جدا. عندما قرر السيد رئيس الجمهورية حل الهيئة غير المستقلة للانتخابات، أو بالأحرى هيئة بوفون وهيئة الغنوشي، عندما قرر حلها وقبل ذلك مهد باستدعاء نائب رئيس الهيئة إيماء منه وترميزا وتلميحا أنه لا يعترف برئيسها المعين أصلا وواقعا من الغنوشي والمنتخب سوريا عبر مجلس نواب الشعب المدلس الذي وقع حله وانقلبوا وانقشعوا عن تونس وعن قبة البرلمان إلى الأبد بإذن الله. إذن التباكي على حل هيئة بوفون هو تباكي مقبول ومعقول. عندما يتباكى الغنانيش والمراشيش على حل هيئة الانتخابات يعني تباكيهم في محله، لأن الهيئة هذه هي في الحقيقة هيئة غنوشية أسست منذ اللحظة الأولى على أساس. ولذلك لما وقع الضغط على بوسرصار، شفيق بوسرصار رئيس الهيئة الأولى يعني، وبكاء الرجل يوم التصريح لأنه هدد في أمنه الجسدي وفي رقبته. لابد أن ننطلق من آخر المستجدات وآخر التطورات حول الشأن العام بالبلاد، لا سيما القرارات الرئاسية الأخيرة والمراسيم التي نزلت رسميا بالرائد الرسمي. لا شك أن الشعب التونسي يتابع باهتمام وشديد وبليغ لكل انتظاراتهم من سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاصة منذ قرارات 25 جويلية من تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، ثم في وقت لاحق يعني حل المجلس الأعلى للقضاء وتغييره بهيئة وقتية مجلس أعلى للقضاء مؤقتا، ثم فيما بعد غلق أو قبل ذلك غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يعني سنرى إن كانت تكافح الفساد أم لا، كذلك يعني حل مجلس النواب رسميا، ثم تعطيل أغلب مواد الدستور ويعني حل أغلب الهيئات الدستورية المنبثقة عن دستور 14 و2000 أو بالأحرى دستور الغنانيش والمراشيش. إذن هذه الأمواج وهذه التوجهات وهذه الخطوات وهذه المراحل هي لا شك أنها تصب في واد واحد، واد تعليق العمل بالدستور أو تعطيل الدستور أو إلغاء العمل بدستور 14 و2000، وهذا ما كان يقصده وما كان يعنيه السيد رئيس الجمهورية في آخر خطاب لي في مأدبة الإفطار بقصر قرطاج العامر. إذن لابد أن ننتبه إلى أن السيد رئيس الجمهورية عندما قال وسيهل علينا هلال العيد وسوف يكون هذا الهلال هو هلال التمام، يقصد الهلال الشرعي إن ثبتت رؤية الهلال أو الاحتساب الشرعي فيما يتعلق بخروج شهر رمضان المبارك وبزوغ فجر العيد، ويقصد بالهلال السياسي الذي يتعلق بالحلقة الأخيرة من قرارات 25 جويلية وهي إلغاء العمل بالدستور 2014. وكما قلت لكم منذ أيام ومنذ ليالي خلت أن السيد رئيس الجمهورية ينوي بل قرر حقيقة إلغاء العمل بالدستور، غير أنه سيصرح به في إبانه وفي أوانه. ولذلك في خطاب ليلة العيد إن شاء الله لرئيس الجمهورية سيكون خطاب مفرح ويبعث البهجة والسرور في قلوب ونفوس الشعب التونسي والدولة التونسية والقوات المسلحة التونسية، ولكن سيكون كالزلزال وكالسائقة تنزل على رؤوس الغنانيش والمراشيش خونة الدين والوطن والشعب والدولة والثورة. نحب نبين أمر مهم جدا. عندما قرر السيد رئيس الجمهورية حل الهيئة غير المستقلة للانتخابات أو بالأحرى هيئة بوفون وهيئة الغنوشي، عندما قرر حلها وقبل ذلك مهد باستدعاء نائب رئيس الهيئة
إيماء منه وترميزا وتلميحا أنه لا يعترف برئيسها المعين أصلا وواقعا من الغنوشي والمنتخب سوريا عبر مجلس نواب الشعب المدلس الذي وقع حله وانقلبوا وانقشعوا عن تونس وعن قبة البرلمان إلى الأبد بإذن الله. إذن التباكي على حل هيئة بوفون هو تباكي مقبول ومعقول، عندما يتباكى الغنانيش والمراشيش على حل هيئة الانتخابات يعني تباكيهم في محله، لأن الهيئة هذه هي في الحقيقة هيئة غنوشية أسست منذ اللحظة الأولى على أساس، ولذلك لما وقع الضغط على بوسرصار شفيق بوسرصار رئيس الهيئة الأولى يعني وبكاء الرجل يوم التصريح لأنه هدد في أمنه الجسدي وفي رقبته، ولذلك ذهب وجيء برئيس آخر على المقاس وجيء بأعضاء آخرين على المقاس. إذن من هذا المنطلق يتباكى الغنانيش والمراشيش لأن التمثيلية والمسرحية التي كانوا يمثلون بها على الشعب التونسي والمسرح الذي كانوا يركبونه ويرتعون فيه ليوهموا البلاد والعبادة أنهم الحزب الأكبر في البلاد والحزب الأقوى في البلاد والحزب الأول في البلاد، لا بل إن أي حزب آخر مهما على شأنه في البلاد لن يستطيع أن يشارك في أي حكومة ما لم ترضى عنه النهضة وما لم يرضى عنه الائتلاف. إذن لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. اليوم السيد رئيس الجمهورية يضرب الرأس اللي كانت تمثل به النهضة والائتلاف على الشعب التونسي اللي هو هيئة الانتخابات، وبطبيعة الحال يعني تباكى الغنانيش والمراشيش وتباكت بعض الأسماء المأجورة والمشترى من الغنوش شخصيا بأمواله الفاسدة التي سرقها من الشعب التونسي، وهذا التباكي يكون على أساس منطقي وموضوعي لأنهم هم كانوا يستخدموا في هذه الهيئة لإيهام البلاد والعباد وإيهام الداخل والخارج على أنهم هم الأقوى في البلاد وهم الشرعية وهم المشروعية وهم القوة الضاربة الأولى والأخيرة في البلاد وفي العباد. هيهات هيهات لما تعدون. والأغرب من ذلك أن هذه الهيئة لا يكفي مزورة في الأشخاص اللي فيها، ولا يكفي عميم قانون أساسي لهذه الهيئة على المقاس، ولا يكفي اعتماد هذه الهيئة على منظومة إلكترونية فيها أسماء موتى، معناها ثم آلاف الموتى المسجلين بمضامين الموتى وحجج الوفاة في الدولة التونسية، يعني موجودة أسماءهم في القائمات ويقومون بالانتخاب وهم تحت الأرض. لذلك أخذ قرارا السيد رئيس الجمهورية بحل هذه الهيئة الفاسدة هيكلا وبناء وقانونا أساسيا لها وإعادة النظر في كل الأمور. ولذلك الآن هو أصدر مرسوم رئاسي بحل الهيئة وتبديلها بهيئة أخرى، في غضون ساعات قليلة قادمة سيصدر مرسوم رئاسي جديد إن شاء الله في الرائد الرسمي يتعلق بقانون أساسي جديد لهذه الهيئة، ومن ثم مراجعة تقنيا ومنظوماتيا ومعلوماتيا كل القوائم المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة، وربما يقع زادة وقع يعني وضع منظومة إلكترونية جديدة لإعادة تسجيل سريعا وبشكل إلكتروني وفعال وناجع حتى نتحقق من أن الأسماء المسجلة هي كلها أسماء أحياء، وأسماء أحياء أيضا يكونوا بالغين سن الرشد أو السن القانوني بحيث يسمح لهم قانونا دستورا بالمشاركة في الانتخابات المزمع القيام بها إن شاء الله في ديسمبر المقبل وكل الاستحقاقات الوطنية والانتخابية المقبلة. إذن المسألة الثانية، الرئيس قيس سعيد اندفع للقيام بهذا القرار لأنه فعلا هناك تلاعب وتزوير بحقائق أصوات الشعب التونسي، وهناك تدليس وهناك تلبيس وهناك يعني إيهام وهناك تحيل وهناك تحايل على الشعب التونسي من خلال هذه الهيئة. من هذا المنطلق وجب
تدمير هذه الهيئة بنائيا وهيكليا، وإبدالها بهيكل جديد وأسماء جديدة، ويعني قانون أساسي جديد، ومراجعة المنظومة الإلكترونية. لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. أيضا أنا ضحكني، أنا ما قلت لكم ما عادش نحب نعتني بحتى تصريح من التصريحات نتاع الغنانيش والمراشيش، لأنهم لم يعد لهم أي معنى في الحياة السياسية، ولم يعد لهم أي تأثير في الحياة اليومية التونسية. لكن جيني المراسلات من الأصدقاء ومن المتابعين تقول لي هاو فلان عمل تصريح، هاو فلان عمل، آخرها تصريح سيف غير الدين بن مرشش بن سنبل بن آغا، عمل تصريح طويل عريض على صفحته المنكوسة المنحوسة المهزومة بإذن الله. هذه الصفحة عمل تصريح ايش يقول فيه؟ يقول نحمل المسؤولية للهيئات الوطنية والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والقوات المسلحة التونسية اللي ماشية بالخط مع قيس سعيد. يا سيد ما كتسب فيهم أنت؟ خل الهيئة الوطنية للمحامين وقت اللي فيها سعيد البحيري، وقت اللي فيها نور الدين البحيري، وقت اللي فيها الجماعة هذوكا الأخوانجية بتاع المحامين والدواعش بتاع المحامين، مثالش وقتها الهيئة ممتازة ونسم لها. أما تو الهيئة وقت تحررت من الغنانيش ومن المراشيش ولات هيئة وطنية ولات هيئة موضوعية، وما عادش حب تلعب أي أجندة سياسية لأي جهة سياسية حتى ولو كان رئيس الجمهورية، واكتفت بأن تكون هيئة وطنية قلعة شامخة كما يعهدها الجميع في العالم أجمع في الداخل وفي الخارج، ولات خايبة. ثم الاتحاد الشغل ما كتسم فيه، ما تسمي فيه اتحاد الخراب، ولا تو الاتحاد ناس ملاح وتحمل فيه المسؤولية وتحيي فيه. سيدي الاتحاد مع الشعب التونسي ومع خيارات الدولة التونسية، قد يختلف مع السيد رئيس الجمهورية في بعض وجهات النظر، وهي اختلافات في ربما في الأسلوب أو ربما في الوقت أو ربما في بعض التفاصيل، ولكن هذا لا يعني كون الاتحاد العريق المنظمة الوطنية العتيدة هي متفقة تمام الاتفاق مع توجهات وخيارات وانتظارات الشعب التونسي، وفي الغالب الأعم هي على نفس المبدأ مع السيد رئيس الجمهورية. تبقى بعض المسائل التي تتطلب كثيرا من اللقاءات ومن الحوارات، وعلى كل حال السيد رئيس الجمهورية يعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كلها ستشارك بإذن الله في الحوار الوطني المقبل المزمع القيام به، وأنتم مستثنون من هذا الحوار لأنكم أنتم من دمرتم البلاد والعباد، ولا يمكن أن نجرب المجرب، لأن من يجرب المجرب عقله مخرب كما يقال. إذن قال نحملهم المسؤولية، هذا المرشش قال نحملهم المسؤولية، ومعناه أن نعتبرهم يعني يعني سكوتهم يعني جبن وربما يرتقي إلى درجة التواطؤ. يا سيدي لا جبن ولا تواطؤ، سكوتهم هو علامة الرضا وعلامة القبول وعلامة التناغم وعلامة التجانس وعلامة الاتفاق وعلامة الوفاق مع السيد رئيس الجمهورية الذي جاء به الشعب التونسي إلى قصر كارتاج. وعلى كل حال الشعب التونسي أيضا يعني يسدد خطاه، وإن كان يعني يتعجل خطاه، لأنه من عيوب السيد رئيس الجمهورية من الجرون ديفو تكنيك متاع السيد رئيس الجمهورية، لأنه بشر كيف الناس كل، أنه بطيء في الخطوات متاعه. وإحنا حبينا من نهار 25 جويلية يتم كل شيء مع بعضه، ولكن هو رأى أنه ثم أشياء تاخذ وقت، يحب يطلع على الملفات، يحب يقرأ القوانين، يحب يثبت في كل شيء، بارك الله فيه. ولكن الشعب التونسي يستعجله النظر في خلال هذه الساعات، والعيد يكون عيدين بإذن الله تعالى. اليوم قاعدين تسمعوا في برشة أسماء تضحك وتبكي في نفس الوقت من المضحكات المبكيات. هذه الأسماء هاي جبهة الخلاص، هاو مواطنون ضد الانقلاب، هاو ندرشنوه، هاو باش نعملوا لقاء، هاو تقابلنا، هاو مشينا، هاو تقابلنا في دار موسى المرزوقي، هاو تقابلنا في ندراوين، هاو مشينا عملنا في كلينا الصالة الفلانية وباش نعملوا اجتماع. كله كلام فارغ، قلت وما زلت أقول وأنا ثابت على قولي وعلى مبدئي، لم يعد الغنانيش والمراشيش وأذيالهم وذنوبهم وأتباعهم الرخاص حشى النهار هذا وحشى رمضان الفضيل، لم يعد لهم أي معنى في الحياة السياسية التونسية، ولم يعد لهم أي تأثير في الحياة اليومية التونسية. ولذلك في كل الأحوال أنهم لن تسمع لهم، لن تحس منهم من أحد، ولن تسمع لهم ركزة.
تسمع في مواطنون ذي الانقلاب هي أجة عملت النهضة لأول مرة، فهمت ولا السبيير، وعملت التكتل من أجل الحريات وكورت بهم ولعبت بهم كلات كبوت، عملت بعد عجة أخرى سميتها ائتلاف الكرامة اللي هم المراشيش، وبعد كلاو كبوت شقفوا سلع الكل على بعضهم، وتوا عملت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب كيف كيف. زاد لم يفلح جور بن مبارك ولا الحبيب بوعجيلة، وشربوا وكلاو حوسوا ومشاو جاو عيطوا ونهقوا وتبوهم ونبحوا قد ما حبوا، والحمد لله والشكر لله ما عنده من يوسف، هذا معروف من الأول، وهذا موقع في النهاية. ولذلك توا يحب يركز على حن طويلة الشابي، على أحمد نجيب الشابي، ويحب يعملوا بهيم جديد. ما زالوا متربوش السياسيين هذوما وجماعة 18 أكتوبر قبل هيئة 18 أكتوبر، ما زالوا مفهموش بحق بقر وبهائم وأنعام وأغبياء وحمقى، ما زالوا مفهموش أنه كل واحد يمد يده الغنوش يتكسر، ما زالوا مفهموش أنه الغنوش يرب عليه الفولون، ما زالوا مفهموش أنه الغنوش ما عاش عنده حتى تحريك لخيوط اللعبة. لذلك ما زالوا يتأملوا أنهم يحطوا يديهم في ديه ويوصلوا، أو يزيحوا قيس سعيد، أو يزيحوا الشعب التونسي. يعني كلام فارغ هذا، قيس سعيد مش دايم دايم وجه ربي، ينجم يموت، نجم أنا نموت، نجم أنتم تموت، ولكن قيس سعيد هو رجل المرحلة الآن، وليس لنا بديلا عن السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. وحتى لو كان باش يمشي قيس سعيد بانتخابات ديمقراطية، راهو باش يجي واحد آخر من أنفاس قيس سعيد، ومش ممكن يكون ليكم الفولون مرة أخرى أو يعود لكم الحكم مرة أخرى. تقولوا جبهة الخلاص، سميوا فيها جبهة الخلاص، خلاص من شنو؟ خلاص من جرائمكم طيلة 10 سنوات، سنوات الجمر ولم تكن سنوات ثمر ولا تمر. يعني سبحان الله العظيم، أنتم الآن يعني توهمون أنفسكم قبل أن توهمون الشعب التونسي. الشعب التونسي فاق بيك، ما عادش يصدقكم الشعب التونسي، ما عادش يمنكم، ما عادش يثيقكم، ما عادش ينتخبكم. اي برا راكم عملتوا حتى قريت غديكا ونصبه، شكون باش يجيكم يشري من عندكم سلعتكم؟ يجيكم حد مقين عليكم، قينت عليكم سياسيا، وقينت عليكم اخلاقيا، وقينت عليكم قانونيا، وقينت عليكم دستوريا. لذلك لغه جبهه الخلاص هذه باللغه واشربوا ماها ما مسموم حسب ما يتصنف، وبإذن الله تعالى ما تلقاو حتى نتيجة. النتيجة الوحيدة أنكم ستحاكمون مدنيا وعسكريا. إذن هذه جبهة تمعش، وجبهة خراب، وجبهة سرقة، وجبهة تلاعب، وجبهة تزوير. إذن البشرة التي أختم بها للشعب التونسي، البشرة اللي نختم بها للشعب التونسي، أن السيد رئيس الجمهورية في العشر الأواخر من رمضان سيقرر إلغاء العمل بالدستور نهائيا، وحل كل الهيئات الدستورية المنبثقة عنه إلا تلك التي قام بموجب مراسيم رئاسية صدرت في الرائد الرسمي وباشرت مهامها، مثل المجلس الأعلى لمؤقت القضاء، ومثل الآن إن شاء الله الهيئة هذه متاع الانتخابات جديدة، هيئة غير الغنوشية، هيئة الأخوانجية مشات على روحها، توجد هيئة وطنية، فمش حاجة اسمها هيئة قيس سعيد، فمش حاجة اسمها قضاء قيس سعيد، ثم هيئة اسمها هيئة تونس وقضاء تونس بإذن الله تعالى. لذلك أبشركم أن عيدنا هذا سيكون عيدين. بقي ملاحظة أخيرة، ملاحظة أخيرة فيما يتعلق برؤية هلال العيد. إن شاء الله يوم الرؤية سأوفيكم بنتيجة الرؤية، واسهروا مليح الليلة هذيك، وإن شاء الله نأكد لكم دخول شهر عيد الفطر وخروج رمضان، أو احتجاب الرؤية وتعذر رؤية الهلال، وبالتالي نكمل من نهار هذاك. المهم إن شاء الله هذا نطبق القاعدة الشرعية الفقهية المالكية التونسية، شاهية طيبة للجميع، وصحة شريبتكم بالمسبق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.